Bonjour, ماما ديكم لوبيا. كوكو لي فيل، اليوم جيتكم بلوبيا اليابسه. فوالا ها هي اللوبيا تاعي، انا رنختها في الليل، حطيتها في الماء. لا حبيتو تحطوا لها شويه خميره تاع الكاطو، البيكربونات راهي راح توجعكم في كرشكم، دونك انا نرنخها بشويه خميره، سينو جوست نحط لها الماء وخلاص. انا اليوم اللوبيا تاعي راح نديرها لكم بالعظم، بالعظم تاع اللحم. كان عندي اللحم نحيتو ديزوسيتو، خليت غير العظام. كانت ما الله يرحمها ديرها لنا هكذا، تجي واحد اللوبيا بنينه تهبل تهبل، خير على اللحم طاف. حبيت نشارككم بهذه الطريقه تاعي، ما حبيتش نديرها لكم باللحم سي اكسبري. دونك نحط هذا الطرف تاعي تاع اللحم. عندي هنايا حبيبه تاع بصل، رحيت معاها 3 سنات تاع الثوم. بسم الله، نزيدو الملح، فلفل الكحل. بسم الله، كمية تاعنا تاع الملح على حسب لاكونتيتي تاعكم. نزيدو فلفل الكحل. ديرو لي جام، قالكم وليدي ديرو لي لي جام، ما تبخلوش ماما بلي جام سي فو بلي. هنايا فلفل اسود، ونحطو شوية كزبر شوية كربية. انا الكزبر هنايا كان عندي حب، حكمت دقيتو برك في المهراس، نحطو هكذا من بعد راح يدوب خلاص. هذا الكزبر، اللوبيا مليحه تجيب الكزبر تجي مليحه، ونحطو شويه كرويه، ما نكتروش، نحطو هكذا على راس المغرفه برك هكذا، فوالا. ونحطو الزيت، ونحطو كل شيء يتغلى. اللوبيا اليابسه تحب شويه ليدام. هنا رايحه نحط قيمه 5 مغارف. بسم الله، زوج، أربعة، خمسة، فوالا. ونحط كل شيء يتقلى مع بعضه هكذا. لازمني نمسح المغرفة مليح باش ما تشوفوش وجهي في المغرفة وتقولوا شفنا هذه ديليس دو بوتي كيما شفنا ام وليد. نحط نقلي كل شيء هكذا، نخليهم يتقلاو مليح، من بعد باش نزيدو الطماطم تاع الحب والهريسة. فوالا، حتى تذوب البصل، نحاول نقليو حتى تذوب البصلة تاعنا. بعد ما تقلات البصله تاعي، شوفوا راهي دابت خلاص، عاد ما كانش. دوكا رايحه نحط طماطم تاع الحب. انا هنايا رحيت 2 حبات تاع طماطم، نحطهم يتقلاو مليح، ومن بعد نمرق عليهم. نزيد نحط شويه هريسه برك تتقلى معاهم، ما نحبش انا نحط الهريسه في الاخر، خليو الطوماط كونسونطري هي اللي تخليوها في الاخر، باسكو كون نحطوها درك ونحطو اللوبيا تاعنا ما تخليش اللوبيا طيب. فوالا، نزيد نحط الهريسه هكا، نحطها تقلى شويه مع الطماطم تاعنا. فوالا، ودوكا راح بعدها راح نمرق، جوست تقلى شويه راح نمرق، نخلي هادو العظام تاعي تقول بالنا، ومن بعد نحط اللوبيا. نزيد نحط الطوماط كونسونطري هي الاخرى. دوكا بعد ما تقلات الطماطم تاع الهريسه تاعي رايحه نمرق. يلا يلا نمرق هكا باش يطيبو جوست هادو العظام تخيط القول بنا تاعهم. على حساب الكمية تاعكم تاع اللوبيا اللي راح نديروها، انايا درت ابوبخي واحد 250 برك، تسمى دوكا هادو ندير لهم نص طياب،
باش يطلقوا بالنار، ومن بعد باه نرمي اللوبيا، باسكو اللوبيا سي دي ليغوم ماهيش حتدي وقت كبير. نخلي هادو يطيبوا نص طياب، ومن بعد باه نرمي اللوبيا تاعي والطماطم. بعد ما طيبت هذاك العظام تاعي هذوك نص طياب، دوكا رايحه نحط اللوبيا تاعي. بسم الله. نحطها طيب، من بعد باش نحطو الطماطم تاع الباطا. يلا نحطها هكا طيب، من بعد نحطو الطوماط تاع الباطا والكرافس بيان سور. فوالا خليوها طيب وتلبى مليح، باسكو كون نحطو دركا الطوماط كونسونطخي رايحه تقرز لنا وما طيبش مليح. بالنسبه باغ اكزومبل نتوما لكن درتوها مزلبحه بلاش هادو العظام وكلش، تما في الاول بعد تحطوا اللوبيا تاعكم، بعد ما كيما مرقنا في الوقت هذاك تحطوا اللوبيا تاعكم، تخليوش تما ما عندكمش واش راح نطيبوا نص طياب. انا جوست هذا تما عندي الطرف هادو تاع العظام سي بوغ سا درتو نص طياب، ودوكا نغطي عليها ونخليها تكمل طيابها. شوفوا دوكا هنايا راح نرمي كربوط فلفل حار هكذا بسم الله، ونرمي شويه كرافس. فوالا نسيت باش نعطيكم دابور قبل ما نرمي الطماطم، شوفوا الحبه تاعنا راهي، شوفوا كيفاش راهي ديجا مقسومه راهي طايبه. مع نزيدو نحطو لها طماطم تجي سوا سوا، مازالت ما لباتش مليح باسكو حتى نحطو لها طوماط، طوماط كونسونطري. نحطو مغرفه مليحه تاع طوماط هكذا، ونخليوها الزيت تغلي حتى تلبى. فوالا هنا راهي مليحه هكا في الحموره مع الزيت الطماطم تاعنا تجي سوا سوا. فوالا هكذا نخليها تكمل تغلي، ونرجعوا من بعد على طاوله التقديم. انا هنا نسيت ما حطيتش الكمون، نحب الكمون نحطو الافا من بعد باش يهز الغليه. فوالا ندير رشيت هكذا تاع الكمون ما كثرش بزاف، ونخلطو نخلي لاصوص تاعي نخلي اللوبيا تاعي تهز الغليه برك، ونطفي عليه هكذا. شوفوا اللوبيا راهي تشهي تبل تهبل، جوست يغلي خليها تغلي برك. فوالا هكذا، ومن بعد رايحه نحط لكم. فوالا هذه هي النتيجه النهائيه تاع اللوبيا تاعنا، شوفوا كيفاش جات. انا راح نقدمها لكم باه تتشهاوها مليح مليح، شوفوا راهي تهبل تهبل. انا حطيت لها ويل دوليف، حطيت لها دبشه كاين ما يقولوا لها الكسبر. انا هنا راح يذوقها ابني معاكم. بسم الله بني ما يحبش ويل دوليف راهو هرب لي، دونك راح نذوقها انا معاكم. بسم الله. جات ما شاء الله، شوفوا هي طيبه الزبده، شوفوا كيفاش الحبه تاعها تذوب فاسيما. ديروا لي جيم بزاف، جربوا لوبيا تاع ماما تهبل. ما تنساوش الاشتراك في قناتي، فعلوا الجرس ليصلكم بكل جديد. السلامه، في امان الله.